دائما مع هذه المكونات النباتية وأصلها الأغذية، وهناك أعشاب كثيرة ممكن يعني أن يشربها الناس، ولائحة لا يمكن أن نحيط بكل الأشياء التي ممكن يعني أن تشرب كشاي يعني. فهناك أشياء كثيرة، خصوصا أن في المغرب عندنا أعشاب كثيرة جدا، فلا يمكن ألا نتكلم عن إكليل جبل يعني باللغة العربية، أو ما نسميه محليا بالأمازيغية الأزير، وروزماري يعني. فهذا المكون هذا موجود، هو مادة غابوية يعني، كان حتى كان يرعى فيها الحيوانات يعني، لم تكن يعني مادة ذات أهمية يعني كبيرة جدا. فالآن هي في توجنا وتباع مثلا مع الأعشاب الطبية، الأزير هذا مع الأعشاب الطبية، من مناطق كبيرة جدا حول فاس، حول مدينة فاس، من تازوطة هذه المنطقة، هذه هي المنطقة اللي فيها الأزير هذه بكثرة يعني. تقريبا هذه مناطق شاسعة فيها الأزير، والأزير يوجد كذلك في منطقة تنسيفت في الجنوب، قلعة مقونة مثلا، المنطقة المناطق كلها فيها الأزير، ولكن هذه منطقة فاس يعني من أزرو حتى الفاس، هذه كلها هي المناطق الآن اللي فيها كمية كبيرة من الأزير. والأزير ينبت لوحده، ما كان يزرع، ولا كان حتى الناس يعني يعطونه أهمية كبيرة يعني جدا. إلا العشر سنوات الأخيرة بدأ الناس يتكلمون عن إكل الجبل، وأنه ماد يعني عشبة سحرية، وأن فيها أهمية كبيرة وما إلى ذلك. فمع الأسف الشديد كما أقول دائما، ربما هذه الإغراءات وهذه الإشهارات ربما يعني تنسينا في بعض النباتات الآن اللي هي لا تذكر لا على الإنترنت ولا في الفضائيات، مثل القرنينة ومثل التسكرة ومثل التيمطا ومثل التيرنطا ومثل الأشياء هذه اللي عندنا في المغرب، اللي التافهة، مثل أشياء كثيرة اللي كان الناس يأكلونها، وكانت يعني تساعد الناس كثيرا في كثير من الأمراض، اللي من الأمراض الآن أمراض الجهاز الهضمي على الخصوص، وليس الجهاز الهضمي فقط، حتى الجهاز المناعي كذلك في الجسم. فمكون الأزير يعني الناس يسمعون عنه أنه شيء سحري، مثل الأشياء التي ذكروا عن الزنجبيل وما إلى ذلك. فهذه مواد يعني لا يظن الناس على أنها تحيي الموتى يعني، أن بكثرة يعني الإشهارات وبكثرة ما يقال عنها أن الناس ظنوا أنهم سيعالجون بالأزير. فهذه تدخل مع الأشياء التي كانت تشرب، وكانت تشرب، المغاربة لم يكونوا يشربوا الأزير بعد، ما كانش معروف، كان كينكهوا به بعض الأطباق وبعض العرش يعني، بعض الأوراق يضعونها في الطبيخ أو أشياء هكذا، ولكن ما كان معروف يعني في الاستهلاك. الآن كل الناس يتهافتون عنه، كل الناس يريدون أن يحصلوا عليه أو يشتروه يعني، لماذا؟ لأن فقط لأنهم رأوا في بعض فضائيات، أو رأوا مثلا على الإنترنت بأن هذا الأزير بأنه شيء يعني جميل جدا. ف لهذا يعني إكليل الجبل أو الأزير يعني، تكلم باللغة المحلية يعني المغرب أزير نسميها كذا بالأمازيغية، وأنا أفضل أن تبقى هذه التسميات بالأمازيغية لكي لا تشتبه على الناس، لأن يعني الناس تقريبا الأعشاب في المغرب كلها عندها تسمية أمازيغية يعني، من تيكيوت، ماشي تاكاوت، تيكيوت هذه الدغموس يعني هذا الزقوم، من تيكيوت تقريبا إلى تيميجا، هذه نوع من الزعتر، مرورا يعني بتيمطا، بتسكرا يعني، بتسرغينت، هذه المسي يعني، كاين تيغشت، كاين يعني هذه الأشياء، هذه كلها يعني الأزير، هذه الأشياء كلها عندها تسميات أمازيغية، إلا قرنينة، كلمة قرنينة جات من الإسبانية يعني لا قرنينة. فالأشياء الأخرى تتبقى يعني تقريبا تسميات محلية اللي الناس كيعرفوها بهذا الاسم، إذا غيرنا الاسم أو ترجمناه طبعا الناس ما يبقاوش يعرفوا هذا النبات. فهذا الأزير، هذا إكليل الجبل أو ما نسمي في المغرب الأزير، هو عشبة ذات نكهة جميلة جدا، عندها رائحة زكية. لماذا؟ لأن فيها مواد طيارة يعني، لما نسخنها في الماء يعني تعطي روائح جميلة، فكان الناس ينكهوا بين بعض الأطباق، فهي ممكن أن تشرب كشاي أو ممكن أن تضع حتى مع الشاي، إلى جانب المريمية هذه اللي كنسميها السالمية في المغرب، إلى جانب اللويزة، إلى جانب الزعتر، إلى جانب الشاي، إلى جانب الزعفران، إلى جانب الشويلة، الشيبة، إلى جانب النعناع، إلى آخره. علي عموما هي تنتمي، هذه الأزير ينتمي إلى فصيلة النعناع يعني هذه. فالمكونات هي الروزمارينيك اسيد، لان يعني هو سميته روزماري يعني روزمارينيك اسيد، فيه البورنيول مع السينيول، كذلك البينين، هذه في حتى الاسيتات، السينيول اسيتات يعني، فيه المكونات الطياره، ولكن كيبقى روزمارينيك اسيد، هذا الحمض الروزمارينيك، ويبقى البورنيول مع السينيول هما المكونات الاساسيه، البينين فيه كميه معقوله، لكن يعني الكروماتوغرافيا يعني لما نحلل هذه الزيوت الطيارة يعني هذه، فطبعا ديما يخرج تقريبا 15 و20 مكون، بعض المكونات على شكل أثر،
سفرم تراسز، ولكن ليس هذه المكونات التي تعتبر هي المكونات الأكثر يعني تمثيلية في المادة في النبات، ليس لأن يعني نسبة البورنيو أو نسبة روزمارينيك أسيد هي المرتفعة على أن هذا هو المكون الأساسي، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذه المكونات تعمل مع بعضها، ربما يكون مكون على شكل يعني أثر، ولكن بدونه لا يعمل المكون الذي يوجد بتركيز مرتفع. البوتنسيشن هذه معروفة يعني في جميع النبات وفي جميع الأغذية هذه، فيجب أن نتناول المادة كلها لكي نستفيد من كل العناصر الكيماوية الموجودة فيها. أما الذين يتناولون زيت الأزير ولا يتناولون نقيع الأزير أو مثلا يغليوا الأزير، حتى أنني سمعت أن خل إكلي الجبل، يعني ليس هناك خل إكلي الجبل، هذا كذب على الناس. يعني خل إكلي الجبل يعني يأخذوا خل ثم ينكينهونه بأشياء هذه تؤخذ هذه التقطار، يعني هذه ديستيليشن، يعني يأخذوا هذه القطرة من نكهة الأزير ثم يقولون عندي خل، يعني خل أزير يعني خل إكلي الجبل. عليهم الناس يفهموا شوية هذه الأمور هذه وما يحاولوا ما أمكن ما يعني ما يضحكوش عليهم الناس. فيعني هذه المكونات هي مكونات معروفة، هذه مكونات الطيارة اللي تكلمنا عليها هي المكونات الأساسية في الأزير، يعني في هذا في إكلي الجبل، وهي معروف عليها على عندها أنتي أنفلاماتوري إيفكتس، يعني هي مسكنة للألم، معروف على أنها مسكنة للألم، وأنها يعني تساعد كذلك الناس اللي عندهم مشكل على مستوى الهضم، يعني لما يشربوا يعني هذا إكلي الجبل بعد الأكل. يعني نحن تكلمنا عن يعني السوائل لا تؤخذ أثناء الأكل إنما بعد الأكل، ولما يكون الشخص على الأقل كمل الوجبة الغذائية، يعني تكون نصف ساعة ولا ساعة ولا ساعة ونصف ولا شيء، لكن مع الأكل لما يكون يأكل ويأخذ سوائل في نفس الوقت، فهذه السوائل لا تترك الهضم يمشي يعني كما ينبغي. بعض الأشخاص لم يفهموا الخطاب وقالوا أنك قلت لا تشرب الشاي بعد الأكل والآن تقول ساعة بعد الأكل، وهؤلاء يبحثون عن ثقب صغير وسط فضاء كبير، يبحثون عن أشياء متناقضة، ليس هناك تناقض ولن يكون هناك تناقض، فهذه معلومات مضبوطة في المختبر ومضبوطة في الأشياء لا يمكن أن نتناقض فيها. إن الأشياء الآن تأتينا رسائل كثيرة حول التناقضات، ليس هناك تناقضات لأن الناس لم يفهموا الخطاب فقط. يعني لما تكلمنا عن الشاي أن هناك من كان يمنع الشاي بعد الأكل، نحن قلنا بأن ممكن الناس يشربوا الشاي، الناس ما قلنا بأن يجب أن تناول السوائل لا تكون أثناء الوجبة إنما بعد الوجبة. من الأحسن ساعة ساعة يكون الناس يلا أكملوا الوجبة، بعد يلا نص ساعة ولا ساعة يلا يكونوا كملوا الوجبة ممكن يشربوا شاي، فأخذ الناس يقولوا أنك قلت لا تشربوا الشاي الآن تقول يجب أن لا تشربوا الشاي، فهذا ليس تناقض لكن الناس لم يفهموا السياق. لما تكلمنا عن الشاي شكل، لما تكلمنا عن السوائل أثناء الأكل شيء آخر، لكن إذا كان الناس يعني يستعصي عليهم فهم بعض الأشياء فيجب أن لا يبحثوا عن تناقضات، لن يجدوا إن شاء الله بإذن الله تعالى. فهذا العلوم حقة، هذه علوم حقة ليس فيها يعني أخذ ورد، هذه إما تكون أو لا تكون، أشياء كينة أو لا مكينة، فيها شيء يعني أنك قلت وتم قلت، هذه أشياء ثابتة، التركيب الكيماوي للأشياء ثابتة، لا يمكن يعني أن نخرج عنه. فهذا الإكلي الجبل فيه هذه المكونات، روزمارينيك أسيد مع البورنيو مع السينيوري أشياء طيارة، لما نغليه لما يغلى هذا الإكلي الجبل مع الماء تكون تقريبا 70-80% من زيوت الطيارة مشات، فهي تضيع. يعني لماذا؟ لأنها زيوت طيارة فولاتيل، يعني هي على 60 درجة ما بقاتش في المادة، بمعنى أن هذا الأزير هذا يعني الروزمارينيك أسيد روزماري هذا الإكلي الجبل ممكن أن يستهلك كله على شكل مسحوق أو على شكل مجفف أو على شكل طري، لما يكون في طور الإزهار يكون فيه أقصى ما يمكن من التركيز، لما يكون في طور الإزهار ملي كينور ما تكون يعني على قدم. ثم أن بعض الأشخاص يريدون أن يتعالجوا بهذه المكونات، وهذه المكونات لما يغلى يعني الإكلي الجبل مع الماء هي لا توجد، فهي تضيع، هي تمشي في الهواء، يعني لأنها مكونات طيارة. فالناس يفهموا بعض الأشياء أن لا يمكن أن يتعالجوا بشيء لأن مكونات مثلا منشورة في الأنترنت، هناك علماء باحثين في الميدان منهم نحن، يعني جميع المواد هذه جميع النباتات الطبية درسناها في المختبر، كروماتوغرافيا يعني اللي كان شخصوا بها شنو المكونات التي الطيارة التي توجد في زيوت المقطرة من هذه النباتات، وهو الأشياء التي كنا رفضناها، نحن نرفض استعمال زيوت النباتات، بل يجب أن نستعمل النبات كله، لأن الألكالونويدات وبعض المواد الدابغة لا تكون مع الزيوت،
ولذلك نضيع احسن شيء في الماده ثم نمشي مع الزيوت، وهذا شيء خاطئ الان في يعني في هذه العلاجات التي تتم بعد زيوت الطياره التي يعني تقطر من هذه النباتات. فهذا العشبه هي عشبه عاديه جدا، ممكن ان يشربها الناس مع الشاي او بعد الاكل او شيء ولا قبل النوم لانها تساعد على النوم فقط، وليست يعني عشبه سحريه وليست عشبه يعني كما تسمعون عنها في هذه الفضائيات. هي طبعا من النباتات التي تحفظ الجهاز العصبي، مثل المريمية هذه السالمية اللي تكلمنا عليها، مثل اللويزا احسن منهم لان يعني تساعد يعني لا تترك العياء ستريس يعني لا تترك العياء، ثم تساعد على الارتخاء وعلى النوم، ثم انها تحفظ شيخوخة الجهاز العصبي. هذه كلها نباتات نفس يعني عندها نفس المفعول تقريبا، ولكن استعمال المادة كيف تستعمل؟ هل تسحق هي على شكل بودرة على شكل مسحوق وتستهلك كليا، او انها تقطر ونستعمل زيوت؟ هنا فين كاين المشكل. لذلك الناس يجب ان يحضروا هذه الاغراءات وان يفهموا هذه الماده، فهي ماده عاديه غابويه تستهلك مع الاغذيه، من الاحسن ان تستهلك، لما لا، لانها موجوده يعني حتى ولو كانت مفيده حتى ب 5% فهي جيده ان شاء الله. ويجب ان الثقافه الغذائيه وثقافه كما قلت اسرار الاغذيه، فنحن سنتكلم عن كل الاشياء التي تخرج من الارض اذا امكن نسال الله التوفيق، ويعني سنخبر الناس بكل الأشياء التي توجد في هذا البلد إن شاء الله، كي يعرفوا وكي يحسنوا استعمالها وكي لا يغروا ولا يغرر بهم وكي لا يسقطوا في كثرة يعني الإشارات وكثرة التضليلات. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم.